أحبتي في المسيح، يا ألف هلا وغلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومميزة من حلقات اللي تتكلم عن روائع الإنجيل. واليوم بإذن الله حنتكلم عن موقف المسيح مع السامر الصالح. القصة موجودة في إنجيل لوقا 10 الآيات 25 إلى 37، وهذا واحد ناموسي، يعني مطوع أو ملتزم حسب الشريعة اليهودية، وجاي يسأل يسوع إيش أسوي علشان أخش الملكوت، يعني الجنة. فرد عليه يسوع: أنت ملتزم، إيش تقول الشريعة؟ فرح رد على يسوع: تعليم الشريعة اللي حفظها بعقله ولكنه ما شالها بقلبه. قال: الشريعة تقول حب الله من كل قلبك وحب خويك مثل نفسك. فقال له المسيح: سوي كده وتكون بخير. لكن هذا الرجال الملتزم حس بتأنيب الضمير، لأنه عارف نفسه أنه مقصر بحق ربنا وبحق خويانه، فحب يبرر نفسه وسأل المسيح وقال له: من هو خويي؟ هناك ذكر له يسوع قصة السامري الصالح، وربنا يبي يعطيك بعد أهم من رابطة الدم والقبيلة والدين، رابطة الأخوة الإنسانية. وهذه القصة بصراحة تلخص كمال الشريعة، بأن تحب ربنا وتحب خويك الإنسان. لأنك أصلا ما تقدر تحب خويك الإنسان اللي أنت تقدر تشوفه لو ما حبيت ربنا اللي أنت ما تقدر تشوفه. القصة تقول أنه كان هناك واحد رجال مسافر، وجاله قطاع طرق وسرقوه وضربوه وسرقوا منه كل شيء. وبعد ما ضربوه وفقشوا راسه تركوه بين الحياة والموت. فمر من جنبه واحد كاهن، يعني زي إمام مسجد نقول، لكنه طنش وجاز من جنبه. وبعدين مر من جنبه واحد لاوي، يعني زي تقول إمام أو مؤذن أو مطوع، وهم بعد طنشوا وجاز من جنبه وما أعطاه أي اعتبار، مع أنه المفروض يساعدونه لأنه من بلد وحدة ومن دين واحد لكن الحقيقة لما جاء السامري، يعني حسب الشريعة اليهودية السامري يعتبر إنسان نجس أو كافر، يعني أو اللي قابل هذه الأيام كافر، يعني اللي يأكل خنزير. لكن هذا السامري الكافر هو اللي تحنن وحزن على هذا الإنسان وساعده وغسل جروحه وضمده وحطه على حماره واخذه إلين أقرب فندق ودفع الحساب لصاحب الفندق، وقال لصاحب الفندق: أعطي أي شيء يبيه وأنا حاسبك لما أرجع. يعني باختصار جاتك المساعدة من واحد ما كنت تتوقعها منه، فمن هو خويك؟ المسيح بيسألك الآن: من هو خويك؟ صدمة مش كده؟ حنا تربينا على أساس أنه المؤمنين أخوة، لكن المسيح يبي يرتفع فيك لفوق ويخليك تشوف كل البشر أخوتك وأهلك وربعك. حنا عندنا أصلا شوية من النور، من نور المسيح، لما نقول رب أخ لم تلده أمك. الخوي هو اللي تقدر تروح عنده بدون الشعور بالحرج وتطلب منه المساعدة وانت واثق انه ما يردك. والمسيح بكل بساطة يبيك تكون انت هذا الخوي. انت هو السامر الصالح، انت اللي لما احد محتاج يدق بابك وتقول له أبشر، وتكون فعلا قول وفعل. وبهذا النهج أنت بتتشبه بالمسيح يسوع، لأن ربنا بالتأكيد يبي يبارك الجميع. وتخيل أنه ربنا بيستخدمك أنت عشان تبارك البشر، كيف حيكون شعورك وقتها؟ هللويا. الرب يبارك بالسامعين وتستفيدوا زي ما نستفدت من هذه الحلقة بالمسيح يسوع. آمين.